الإعلان. يرغب أصحاب المشاريع الإعلان عن منتجاتهم في الأوقات الجيدة، أي في الأوقات المربحة، لكن في الأوقات الصعبة، أي أوقات الربح القليل، فيجب عليهم الإعلان. هذه ليست نصيحتي، بل مقولة شهيرة لخبير التسويق روس بارتون، الذي أكد على ضرورة تخصيص أموال للدعاية والإعلان في أي مشروع. وليس بالضرورة أن يكون الإعلان باهظ الثمن، فهناك طرق ووسائل متنوعة، أهمها الكلمة الإيجابية والتقييم الجيد الذي يقال عن منتجك وخدمتك من قبل زبائنك. وفي أيامنا هذه أصبحت إعلانات الأونلاين ووسائل التواصل الاجتماعي فعالة وغير مكلفة، كما أن الإعلانات التقليدية كالبث والفيديو والتلفزيون أيضا متوفرة وفعالة، وغيرها من الإعلانات المطبوعة التي تعتبر مكلفة نوعا ما لكن لها جمهورها الخاص. أيا كانت وسيلة الإعلان، يجب توفير الشروط الأساسية كالصدق بالمعلومة والدقة في التطبيق واختيار لغة التخاطب المناسبة للفئة المستهدفة. قل الحقيقة لزبائنك قبل أن يقولوها هم عنك.